يستمر النظام الحاكم في البحرين في التمسك بخيار القبضة الأمنية واعتماد منهج القوة والعنف في مواجهة التظاهرات السلمية. فقد شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في حدة التظاهرات الشعبية تنديدا بسوء معاملة القيادي المعتقل والمحكوم بالسجن المؤبد حسن مشيمع، من خلال منعه من تلقي العلاج اللازم بالرغم من تفاقم حالته الصحية ومعاناته من مرض السرطان. إلى ذلك، أكدت مصادر قيام قوات النظام بفرض حصار على بلدة عالي الواقعة جنوب غرب العاصمة المنامة ومداهمة أكثر من 30 منزلا، حيث تم تخريب المحتويات وترويع القاطنين. وقد اختطفت القوات أكثر من 10 مواطنين من منازلهم أثناء الحملة. من جهة أخرى، داهمت قوات النظام أمس مكتب الشيخ النجاتي وحققت مع عائلته عن مكان وجوده. يذكر أن الشيخ حسين النجاتي هو وكيل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني.